مرحباً، أنا فرح وأنا مراسلة مستقلة أغطي الشرق الأوسط. الصحافة تتغير باستمرار، لكن القصص لا تتوقف. في الواقع، ليس هناك وقتاً أفضل للتدريب كصحفي، ابتداءً من تعليم كيفية الحفاظ على الأمان في مناطق النزاع ووصولاً إلى ترويج القصص للمحررين. هناك الكثير من المعلومات المفيدة على موقع Advocacy Assembly. استمع لنصائح من صحفيين متمرسين حول ما يصنع قصة جيدة وكيفية نشر أعمالك في أفضل المنافذ الإخبارية. تعرف على أهم النصائح للسفر عبر الحدود وكيفية الحفاظ على أمان موادك ومصادر التقارير. اكتسب فهماً قوياً لكيفية إنشاء تقييم المخاطر من قبل خبير أمني ومدرب قاد فريق بي بي سي ورويترز إلى مناطق النزاع. الدورات تدار من تلقاء نفسها ويتم تدريسها بثلاث لغات بواسطة صحفيين ومخرجين حائزين على جوائز. لإعطاء مهاراتك دفعة، توجه إلى advocacyassembly.org واشترك اليوم مجاناً.